ميكرو فريد على قناه انفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على الوعد ديال الحكومه، قالت ملي غيقرب رمضان يعني غنهبطوا من الاسعار ديال المواد الغذائيه والخضار. اجيو معايا نسولوا الناس واش نزلات الاسعار ولا باقي. وعليكم عليكم السلام استاذي، بخير. مرحبا. اشنو بان لك الوعد ديال الحكومه؟ قالك ملي غيقرب رمضان غينزلوا من الاسعار من المواد الغذائيه الخضره، اش بان لك؟ وانا بالنسبه لي تبارك الله نزلوا بزاف. اش نزلوا؟ نزلوا على المواطن والله العظيم. اللي دابا حنا تبارك الله يعني على مقربه من شهر رمضان اللي هو كبير عند الله سبحانه وتعالى، يعني كنتقربوا منه الله وكنعبدوا فيه الله. وهذا هذه المساله الثانيه هو ان حنا كنا كنتسناو من هذه الحكومه انها تقوم بواحد يعني تحس بالمواطن المضرور، تحس ما قبل واحد الوعد اللي هو ديال غادي نربيوكم، وفعلا وفاو بالوعد ديال التربيه. لا هما كيربيو الحمد لله الشعب ربونا. لا ربونا والدري على هذا ان كنشوفوا الارتفاع الخيالي في الاسعار. ما غنهضروش غير على البطاطا والمطيشه والبصله، راه كاين شي راه دابا حاليا فين ما مشيتي ما عرفتش واش ما كايناش مراقبه الاسعار، واش ما كايناش لجنه خاصه، اولا مشاو عند واحد اربعه الحوانت ولا خمسه وتصوروا حداهم السلام عليكم حنا راه حنا جينا لا تقولوا ما جينا. داروا سيفي هذاك فوالا هذاك ما شفنا والو. هذاك الشيء هو هذاك زعما الاثمنه راه زعما الفقير مسكين راه واكل العصا فهمتيني. اما اللي زعما مرقع وزعما لاباس عليه راه بحالهم هما راه كاع ما كيحس فهمتيني، كيمشي يتقدى. اما المسكين اللي خدام 3000 درهم 4000 درهم هذا راه واكل مسكين العصا فهمتيني. يعني دابا 50 درهم كنتي كتمشي تقدى كتاخذ شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا، دابا راه 50 درهم مسكين راه ما كدير والو فهمتي. ودابا راه 300 درهم و 200 درهم راه ما كدير والو فهمتي. انت ضربت شي دويره في السوق وشي الاسعار واش باقا هي هي؟ باقا هي هي فهمتيني. زعما داك الشيء غالي زعما الصراحه. اش غنقول لك؟ زعما يشوفوا بحال الدرويش، الدرويش مسكين راه واكل العصا والله العظيم. زعما راه عاون الناس الطبقه الفقيره، راه الطبقه الفقيره راه واكله العصا. هذه الرساله لمن كتصيفطها انت؟ ايوا كنصيفطها لاخ دنوش ولد البلاد فهمتيني. اه امازيغ. انا امازيغي فهمتيني، زعما راعي بالناس فهمتيني الدراوش. ما تقولهاش لي بالامازيغيه. نقولوها ليه. قولي السي اخ نوش. السي اخ نوش سكركره يمدنا هاتي الشن 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 تاكورايت فهمتيني، زعما راه كلاو العصا. الله وبركاته. الشريفه بخير. الله يطول عمرك. كنشوفوك مقضيه. ايوا رجا في الله. كما وعدتنا الحكومه قال لك ملي غيقرب رمضان يعني غنزلوا شويه من الاثمنه. ما نزلت حتى شي اثمنه، ما طيشين نزلت ب 5 دراهم صافي. الوحيده هي الوحيده، اما الجلبانه والقوق والفول وهذا الدنجال ب 8 دراهم، الخيار ب 6 دراهم، ب 7 دراهم 8 دراهم، والمسكين ما يقدرش يعيش. يعني الوعود ديالهم كاذبه. وعود كاذبه. شوف ما كيحس بالمزود غير المضروب به، واحد عايش عنده الطوموبيل عنده ليسونس عنده بزاف كيفاش غادي يحس بالفقير؟ عنده ثلاثه المنضات اربعه المنضات كيفاش ما تيحس بالفقير؟ شي رساله. ونتمنى بان هذه الحكومه تفيق وترد البال، لان ولا بد خصهم يعاودوا النظر في هذه الاثمان وهذا الشيء. وراه كيبان لي الناس كيخرجوا دابا كيقلبوا وكيشوفوا باش الاسعار تكون نازله، لان بان لي الناس اصحاب المراقبه كيدوروا داك الشيء، ولكن غادي تكون شي مفاجاه من الحكومه للشعب المغربي كافه. لان صار من المفاجاه اللي فاجئونا. لا فاجئونا في زياده، ولكن المفاجاه ديال النقص اسعار تكون مفاجاه لنا المغاربه. راه دابا كاين المسكين اللي ما كيقدرش يقرب حتى للدجاج، كاين اللي ما كيقربش للحم. دابا تصور مطيشه كانت طالعه ولات ب 5 دراهم، اش كيبان لك؟ ولينا كنشوفوا نزلات مطيشه طلعت البصله طلعت البصله، ولينا كنشوفوا هذا الشيء كيضرنا، ولكن راه كان الامل كبير فيهم باش يعاودوا النظر ويعرفوا المسكين. راه كاين المسكين اللي ما كياكلش. انت ضربتي شي جوله يعني في السوق ديال الخضار؟ اخويا نكذب عليك. اش بالك يعني واش نزلات ولا باقا طالعه؟ لا باقا باقا باقا. نقول لك باقا. والبطاطا ب 160 فين عمرها كانت صح؟ هذا المشكل غادي يبقاو نعاودوه اليوم وغدا اليوم وغدا. اول سؤال غنقول لك، إذا سقط المطر فنهض الربيع والخضار كثيرة وتمالوه طالع. هذا مثال بسيط. واش هاد الناس ما كيحشموش في هاد البلاد ديال المغرب؟ واش هاد نزلات مراقبة دخلوا داك السيمانة وغمضوا على كل شيء؟ راه ما يمكنش هاد الشيء. أنا أنت مضرور كصحابي، راه أنا مضرور. أنت اللي في المرة اللي قاعدة في البيت راه مضرورة. هادي بلاد فلاحية، غنبقى نقولها أي موقع إلكتروني. المغرب بلاد فلاحي معروف. ما خاصش يكون في هاد الغلاء هذا. تحلوا لهم العينين. واش بغيت نسول واش حنا في الانجليز؟
لا في المغرب. واش حنا في اسبانيا؟ لا في المغرب. واش حنا في دوله ليبيه ولا تونسيه ولا جزائريه؟ لا حنا في المغرب. واخويا راه المسؤولين راه كلهم كيديروا دم في القطن، عارف علاش؟ حيت ربما هذا الموقع اللي غنهضر فيه ما غاديش يحملوني انا، قال لي تحملني ولكن ودي ندير فيها القطن. لحقاش انت اللي عندك ورقه وستين ومسؤول كتشد 5 مليون ما كتشدهاش لا انت ولا انا، اللي بغى يسمعها يسمعها. شي رساله اونفويي ما غاديش يتصنتونا، خص يكون الحل.